وادي شريف، شريف حازم، والهدف الاول وهدف التعادل. الهدف الاول وهدف التعادل لشريف حازم، نفس على طول الطريقه اللي احرز بيها محمد عادل. الهدف الاول لفريق المقاولين، شريف حازم على طول بيودي محمد العقباوي ناحيه اليمين وبيحرز هدف التعادل على شماله من ضربه جزاء في الدقيقه 17 من زمن الشوط الثاني، ليتعادل فريق بتروجيت مع فريق المقاولين بهدف لكل فريق. امامنا اعاده للكره، بيروح العقباوي ناحيه اليمين وبيحطها له على طول شريف حازم ناحيه الشمال، ليتعادل بتروجيت مع